مجموعة من الخدمات المتطورة تم تجهيزها من قبل مسالخ أبو ظبي استعداداً لخدمة المضحين في عيد الأضحى المبارك، والذي من المتوقع تجهيز آلاف الذبائح لضمان استيعاب أعداد المضحين الكبير المتوقع توافدها على المسالخ. نتوقع خلال العيد الأضحى المبارك أن نقوم بذبح حوالي 37 ألف ذبيحة، وهناك شركاء استراتيجيين لديهم تطبيقات، ومنها ذبيحتي ذبائح الجزيرة وذبائح الإمارات وحلال مزارعنا، وهذه تابعة للشركاء، ويمكن للمستخدم أن يطلب منها الذبيحة وتوصل له إلى العنوان المطلوب. تضم إمارة أبوظبي المسلخ الآلي في منطقة الميناء والمخصص لأضاحي الهلال الأحمر والتجار، فيما تقدم مسالخ الشهامة والوثبة وبني ياس خدماتها للجمهور وفقاً لأعلى المعايير، إلى جانب تقديم كامل التسهيلات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين من أجل تسريع دورهم في إنجاز ذبائحهم وتوفير مرافق خدمية تناسبهم وغيرها من التسهيلات الخاصة بهم. المضحين بالشخص اللي بيجي بيضحي سيتم استلام الذبيحة من عنده من السيارة وذبحها وفحصها عن طريق الدكتور البيطري وارجعها له وهو في السيارة، وبعد الذبح يتم فحصها مرة ثانية من قبل الدكتور وتم تسليمها للعميل بعد طلبه كيف طريقة التقطيع. تحرص بلدية أبوظبي على تجديد الرقابة الدورية على العاملين للحفاظ على السلامة المهنية، إلى جانب تنظيم محاضرات توعوية لهم لخدمة الجمهور على أكمل وجه وتجنب أي مشاكل طارئة وحلها بشكل فوري.